السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالحديث مع حضراتكم النهاردة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على BIM Case Study in the Arab Countries. هنتكلم على بعض تطبيقات البيم في دولنا العربية، وده على سبيل المثال ده موجود من المتحف المصري الكبير، ده جزء منه، وده من أكبر المشاريع الموجودة في الوطن العربي. في البداية أحب أشكر الـ ICE كفر الشيخ، وسعيد جدا بوجودي معاكم ومتشرف بالحديث مع حضراتكم. طيب بداية، أنا اسمي عمر سليم، أنا اللي لابس النضارة دي حاجة اسمها فيرتشوال رياليتي، بتشوف الموديل بتاع البيم كأنك أنت موجود جواه، يعني خلاص كأنك خرجت من المكان دوت، الأوضة اللي احنا قاعدين فيها ديت، وبقيت موجود في المشروع دوت. ده كان مسجد موجود في مشروع من المشاريع الكبيرة اللي الواحد اشتغل فيها، مشروع مينا حمد. فانت اول ما بتلبس النظاره دي بقيت جوه الجامع، وتخش تطلع في المناره وتبدا تشوف اذا كان في مشاكل موجوده في شغل انشائي، في شغل الكهروميكانيكال، في تعرضات. بتحس كده ان انت خلاص المشروع اتعمل وانت ماشي، ففوجئت ان في حاجه مثلا مخبيه على حاجه تانية، او في حاجه مثلا فيها مشاكل، او في تعرضات البرنامج ما بيكشفهاش. على سبيل المثال مثلا البرنامج بيشوف الخبطات بس مش هيشوف لو في مثلا عمود بعد الباب على طول، اول ما تفتح الباب بتلاقي عمود، فهو ما فيش كلاش بس هو منطقيا مش هينفع. فبتبدا تشوف المشاكل دي كلها وبتبدا تحس بيها كانك موجود في الموقع. طيب هنتكلم على البيم وهنتكلم على الاستخدامات، بس على سبيل المثال في فيرتشوال رياليتي حالتين مشكله كبيره جدا. المشكله دي كانت عباره عن ايه؟ كان عباره ان المالك بيقعد يقول لنا انا عايز كذا كذا كذا، وبنوريه التصميم، وممكن يكونش هو عنده خبره هندسيه فيقول لك اه انا موافق، هو مش شايف مش فاهم ايه اللي مكتوب دوت، فيقول لك انا موافق. وبعد ما ينزل الموقع وبنينا كل حاجه والمشروع خلص يقول لك لا انا مش عايز دي، شيل دي من هنا، حط لي دي هنا، غير لي دي، غير لي اللون، افتح لي الاوضتين دول على بعض. فالتعديلات دي بتكلف فلوس ووقت. المشروع بدل ما كان مدته مثلا سنتين ممكن يبقى 4 سنين و5 سنين، لان انت بتعمل تعديلات في قلب الموقع. انما لو هو لبس النظاره ديت وتخيل المبنى كويس وقلنا له الوضع كذا كذا، وهو يبدا يقول لنا لا عدلوا دي في التصميم ونعدلها ونوريها له ويوافق عليها، ده هيوفر علينا وقت وجهد كبير جدا. طيب خلينا نمسك الواحدة واحدة. كلمة البيم، البيلدينج انفورميشن موديلينج او مانجمنت. بيلدينج يعني احنا بنتكلم في المباني، كل شغلنا في المباني، الحاجات اللي هنتكلم فيها مالهاش علاقة بأي حاجة غير المباني، سواء المباني ديت عبارة عن مبنى أو فيلا أو كوبري أو طريق أو مدينة كاملة، كل دي داخلة في المباني، في ممكن مطار مثلا. information لازم تدخل كل المعلومات اللي ممكن تحتاجها لاتخاذ القرار، ده هيوفر لي كتير جدا. ان انا في اي لحظة عايز الحصر بدوس على الزرار بيطلع الحصر، مفيش حاجة اسمها ان انا اخصص وقت الحصر، لا الحصر بيطلع اوتوماتيك. الاماكن الكلاشات اوتوماتيك، اقول له فين الكلاشات يجيب لي قايمة فيها 80 كلاش. احنا كنا بناخد وقت كتير جدا على موضوع الحصر دوت، كنا بناخد وقت كتير جدا على معرفة الكلاشات. ممكن تحل الكلاش في مكان ويكون النتيجة إن أنت عدلت حاجة أو نقلت حاجة من كلاش في كذا مكان تاني، فده كان بيسهل علينا كتير جدا بقى في البيم بقى. فالآخر حاجة المانجمنت أو موديلينج. لو أنت بتتكلم الإم دي موديلينج، يبقى أنت بتتكلم إن أنت لازم الحاجات تكون 3D، وده لازم حاجة أساسية. من 3D تقدر تدخل 4D وال5D وال6D زي ما نشوف مع بعض. او مانجمنت يبقى انت بتدير بيانات المشروع. ان شاء الله في البرزنتيشن بتاع النهارده هنتكلم على بعض الاحصائيات وبعض المعلومات على موضوع البيم في الدول العربيه تحديدا، وهناخد بعض المشاريع هنتكلم عنها، وهنتكلم بعد كده على اسنان الواحد كان شغال في بعض المشاكل كانت بتظهر فحليناها ازاي، او بعض الحاجات العمليه اللي الواحد اتعرض ليها. طيب نبدأ بسم الله. لو احنا اتكلمنا أقدم مشروع استخدم في البيم عشان نفهم فكرة البيم، هي كفكرة مسجلة ترجع ل 1963، بس كانت الأجهزة مش قوية، ما كانش عندنا ده جهاز جيمر، تمام، ما كانش عندنا الأجهزة قوية اللي تشيل حاجات زي كده. بعد كده بدأ يظهر معانا بقى من 1982 البرامج بدأت تعمل موديل بسيط، وبدأ دلوقتي يقدر يشيل كل المعلومات بتاعت المشروع. بس لو كان اول مشروع اتعمل بيم هنلاقي ان هو الهرم الاكبر. ليه الهرم الاكبر؟ لان الهرم الاكبر عشان يتبني، وده مشروع قومي وما ينفعش يتعمل
بيحصل فيه مشاكل والرئيس بيفتتحه، فلازم يكون واثقين فيه مليون في المية. فبيبدأ يعمل أهرامات صغيرة يحاول يكتشف هل المبنى ده هيقدر يصمد ولا لأ، هل في مشاكل. فالمشاكل تطلع في المباني الصغيرة، المباني الصغيرة دي مش بيعملها متر في متر، لأ ده ساعات بيعملها بتلت الحجم مثلا، فكان بيكلف كتير جدا. يعني ممكن تكلفة البروتوتايب أو النماذج اللي احنا نعملها تفوق تكلفة المبنى الحقيقي اللي احنا نعمله. ممكن نحتاج ان احنا نعمل كذا حاجة. على سبيل المثال لو انت بتعمل سد مثلا، مشروع قومي، ممكن يغرق الدلتا كلها، ممكن يغرق المكان كله، فبتحفر مسار جانبي، وبعد كده المسار الجانبي ده بتعمل فيه زي سد بسيط كده تبدأ تشوفه. الحفر والسد ده ممكن يكلف قد تكلفة المشروع الأصلي، بس ده حاجة لازم تتعمل. دلوقتي بقينا نعملها على الكمبيوتر ما بتكلفناش حاجة خالص، فدي أهمية البيم، إن هو ما بيكلفش حاجة خالص وبيدينا فوائد كتيرة جدا في أي وقت بنحتاج إن احنا ناخد أي معلومة بنقدر نحصل عليها بسهولة جدا. أنا نسيت أعرف نفسي، أنا اسمي عمر سليم، مدير مركز بيم أريبيا للأبحاث الخاصة بالبيم، وده مركز معترف بيه في الاتحاد الأوروبي، والحمد لله شغال في البيم من 2006. فادني كتير جدا جدا في الشغل بتاعي، سهل عليا كتير جدا، وأنا من الناس اللي يعني بتحب انها تشتغل بيه. يعني لما بيرجع يشتغل كده تاني بيحس بالزهق وبيحس ان هو بيضيع وقته. طيب نكمل. طيب دي من ضمن الاحصائيات، يعني البيم ايه بيفيدنا في ايه. ففي ناس كتير جدا قالت لك اكبر حاجه بنستفاد منها ان هو بيحل لي المشاكل الكوردينيشن بين الاقسام المختلفه. تمام. طيب تخيل ان احنا عملنا البيم ناقص. يعني ايه البيم ناقص؟ يعني عملنا البيم معماري وانشائي وجينا في الكهروميكانيكال ما عملناش بيم، يبقى كده مش هنقدر نحصل على الكورديشن مظبوط. لو احنا عملنا مظبوط هتلاقي المشاكل كلها جت، فبتبعت للمقاول لوح شوب دروينج ما فيهاش اي كلاش، تلاقي المقاول يقول لك ايه انتوا عملتوا ايه السحر ده، ده مفيش مشاكل. لان عادة لما كنا بنبعت كات كان كل شويه يكتشف مشكله فيوقف الشغل عشان يحل المشكله. ويعني لما كنا بنشتغل في الموقع كنا بنلاقي مشاكل كتير جدا جدا قبل ما موضوع الكات دوت. فدي من اكبر الحاجات اللي هو موضوع الحل الكوردينيشن اثناء التصميم. الوثائق بتبقى ادق في الشغل بتاعنا، بيبقى فيه امكانيه ان احنا نستخدم اللين كونستراكشن. اللين كونستراكشن دي نقدر نقول اسلوب في الاداره بيوفر التكلفه وبيوفر الوقت عن طريق ان هو بيشوف الهدر من ضمن الحاجات. يعني ده جزء منه موضوع توفير الهدر دوت، بيشوف الهدر خمس انواع من انواع الهدر بيبدا يشوفه ويشوف ازاي يقللهم. لما بنديله البيم بيقدر يستخدمه استخدام قوي، بيقدر ياخد المعلومات اللي هو عايزها بحيث ان هو يشوف فين الهدر ويقدر يكتشف المشاكل ويبدا يقللها. من ضمن الحاجات برضه بتاعت البيم ان هو بيزود الاتصال بين الاقسام المختلفه زي ديزاين وكونستراكشن. المعلومات اللي انت بتحطها في الديزاين هي الكونستراكشن بيزود عليها، وبعد كده في سيت مانجمنت بتشتغل عليها. من ضمن المزايا برضه موضوع كل شويه بنبعت ريكويست فورم يعني ار اف اي، فخلاص قل الموضوع دوت، مش كل شويه في مشكله، لا المشاكل بتقل، فبالتالي عدد الار اف اي بيقل. بدل ما كل شويه تبعت ار اف اي وتستنى مثلا 20 يوم على ما يرد وكده، لا الموضوع ده اصبح اسهل بكتير واقل بكتير من الاول. بالنسبة للوضع بتاع البيم حاليا، هو دلوقتي تقريبا نص السوق، ومتوقع خلال سنتين يبقى أكتر من كده استخداما للبيم في الدول العربية بالذات الإمارات وقطر والسعودية. بالنسبة للخبرة في استخدام البيم، هنلاقي إن مثلا أكتر من 10 سنين موجود مثلا 7% في الإمارات، 5% في السعودية. في مشاريع حلوة في السعودية دلوقتي بتستخدم البيم، طبعا الإمارات بالذات المطار بتاع أبو ظبي، التوسعة بتاعته ومدينة مصدر. قطر في مشاريع كتيرة جدا، أنا شغال في قطر فهنتكلم على بعض المشاريع اللي موجودة ونشوف الخاصية بتاع كل مشروع كان ليه حالة خاصة. طيب الموضوع ده بقى مهم، بقى موضوع البرامج اللي بتستخدم. طيب انت تلاحظ ان احنا حاطين الريفت، اغلب الناس بتستخدم الريفت. الاوتوكاد اللي هو مقصود بيه الاوتوكاد الاركتكتشر والستراكشرال والام اي بي، مش الاوتوكاد العادي، لا الاوتوكاد دوت.
في ناس بتشتغل بيه وهو يعتبر من برامج البيم. في ناس بتستخدم السكتش اب، في ناس بتستخدم الاركيد. سكتش اب ببساطه جواه تولز بتخليه يشغل بيم، يعني يرسم حوائط بخصائص بيم. في اداه اسمها بيم سكتش اب تقدر تسطبها. الاركيكاد ده يعتبر من اول برامج البيم. شركه بنتلي ليها برامج كتير جدا زي ايكو سيم. تكلا ده مهم قوي للانشائي. النفس وركس الناس بتستخدمه عشان تضيف ال 4 دي وال 5 دي، يعني الموديل بيتعمل مثلا على ريفيت او البنتلي او الاركيكاد وبعد كده بنبعته في النفس وركس. طيب الحاجات الاساسيه في المشاكل بتاعه الامبلمنتيشن، في ناس كتيره بتقاوم موضوع التحول من الكاد للبيم، في مقاومه للتغيير، فلازم الناس تبقى عارفه ايه الفايده ان احنا هنقعد نتعلم حاجه جديده. في المالك ما بيطلبش، لو المالك طلب خلاص يبقى اجباري الناس هتشتغل بالبيم، لو الحكومه فرضته اجباري. الحكومه اللي فرضته حتى الان في الدول العربيه دبي وان شاء الله ابو ظبي قريب. تمام. بالنسبه للتريننج، في ناس كتيره بتتعلم مع نفسها 65%. في ناس الشركات هي اللي بتديها تريننج، وفي ناس بتدرس الموضوع ده في الجامعه دلوقتي. و ليه الناس مهتمه بالبيم؟ في دلوقتي التريننج سبورت، في الاونر لو سأل طلب البيم موجود. طيب بالنسبة للديزاين، في ناس كتير بتستخدم الديزاين 39%. الديتيلينج 21%. الفابريكيشن اللي هو ان انا ببعت الحاجات للمصنع عشان تبدأ تتصنع هناك بدل ما تصنع في الكونستراكشن. لو دي برضو من ضمن مزايا البيم، ان انت لو بدأت تنفذ الحاجات دي في الموقع اللي انت تبني فيه هو غير مجهز ان انت تصنع فيه، فبتحصل حوادث كتيرة جدا ومبقاش فيه سيفتي عالي. انما لو انت صنعتها في المصنع هو مجهز ومحطوط له مسارات، فبتاخد الحاجات تحطها في الموقع تطبق عادي كأنك جاي مكعبات ليجو وتركبها، اللي هي بيسموها المباني الجاهزة. الفاسيلتي مانجمنت حتى الآن 4%. أنا مهتم جدا جدا حاليا بالشغل في الفاسيلتي مانجمنت، وعملت كذا مشروع ديزاين وديتيلنج وفابريكيشن وكونستراكشر وفاسيلتي مانجمنت. طيب في دول كتيرة بدأت تطبق البيم زي بريطانيا أمريكا بطبقه إجباري، يعني مش هتاخد رخصة المبنى غير لما تدهولنا إجباري. تمام. طبعا أمريكا إجباري للمباني الحكومية، يعني هو لو عمل مبنى حكومية ومنزل ناقصة لازم تعملوا له بيم. حتى الآن الإمارات في دبي، في قطر في المشاريع الحكومية وفي المشاريع الكبيرة بيبقى مجبرين إنهم يشتغلوا بالبيم، مجبرين لأن هو بيوفر في الماتيريال وبيخلي الوقت الشغل اللي يتعمل في المعب بتاعه. في مشاريع كتير انا شفتها نازله لازم تتطبق باللين مانجمنت والبيم الاثنين مع بعض. طبعا كوريا الجنوبيه اجباري ان انت تستخدم الاوبن بيم والاي اف سي بروجكت، في سنغافوره، في هونج كونج، في فنلندا. ده التطبيق بتاع بلدية دبي، كان قالوا إجباري يستخدم بيم أكتر من 40 دور، وبعد كده عملوا خلوها 20. المساحات 300,000 قدم مربع. المستشفيات والجامعات، اي مباني مقدمه من مكتب اجنبي، وبعد كده خلوا بدل 300 بقت 200، وكل المشاريع الحكوميه. طيب في كود حتى الان عربي واحد وهو الكود المصري، وهو يعني حاجه كويسه جدا، يعني ان شاء الله نامل هو يتطور ويتحسن. هو عبارة عن ستاندرد الناس تشتغل عليه، الأسامي اللي يسموها وهكذا. طبعا كل شركة بتحاول تعمل ستاندرد خاص بيها، بس لما يكون البلد نفسها ليها ستاندرد ده بيسهل انتقال الشغل من مكان لمكان، أو المكان كله أو كذا شركة تشتغل في المشروع بنفس الأسامي، بنفس طريقة التعامل، بنفس طريقة تخزين الملفات. فده بيبقى كويس جدا إن البلد يبقى عندها ستاندرد. طيب لو جينا نبص كده، ده من أهم المشاريع اللي موجودة. ده التوسعة بتاعت المطار بتاع أبو ظبي، ده اتعمل بيم بشكل روعة، فتحية للفريق اللي كان شغال فيه. طيب ده مبنى، تعالى نشوفه. ده الناشونال ميوزيوم في قطر، المتحف القومي هناك.
ده اتعمل بتكلة، وكان مستحيل يتعمل بحاجة غير تكلة. زي ما انت شايف تفاصيل كتيرة جدا. هو اللي عمل المشروع ده كان جان نوبل، حضرت له محاضرة في المكتبة الوطنية. يعني المشروع ما ينفعش يتعمل غير بالبيم، وما ينفعش يتعمل غير ببرنامج تكلا. في تفاصيل كتيرة جدا، وما ينفعش أي قطعة تحط مكان قطعة تانية، فكان محتاج دقة تامة جدا في التفاصيل بتاعته. لو انت بتعمل مشروع اتعملته قبل كده ممكن تعتمد على الخبرة، وممكن تشغل كاد، انما دلوقتي المشاريع كلها بقت يونيك، في تنافس بان كل واحد يعمل حاجة سبيشيال، فلذلك لازم تعمل حاجة متخصصة ولازم تستخدم البيم. طيب ده مشروع انا اشتغلت فيه، ده مول في قطر، ده مساحته ما شاء الله 4,600,000 قدم مربع. انا البيم مانجر بتاعته، اضطرينا احنا نقسمه على ما اتذكر 16 زون، لانه كان كبير جدا، ولو اشتغلنا فيه مثلا قسمناه على 2 3 كان هيهنج، ف16 ملف ريفيت معماري بس، تمام. فده كان المشروع الكبير جدا، وكان محتاج دقة عالية، وكنا شغالين مع المقاول مش مع الاستشاري، فكل شوية لازم تكتشف انت المشاكل وتحلها له قبل ما يبدأ هو يشتغل فيها. كان في تفاصيل كتيرة في المبنى ده، زي ما شايف ده موديل موديل موديل، كل موديل كده ايه متقسم لوحده، وشغل الكهروميكانيكال بحيث نبدأ نكتشف المشاكل ونكتشف التعرضات ونبعتها نشوف لها حل. وكان في حاجات كتيرة تمشي انت مثلا كده فتكتشف مشكلة موجودة من خلال الوك ثرو ان انت ماشي جوه المبنى. ده مشروع تاني، ده ترافيك كنترول سنتر، ده برضو كان في مشكلة صحيح، اللي هي الواجهة ديت زي ما انت شايف فيها هاتش معين ورسومات معينة، ده كان أتقل من المبنى كله، فكنا حطيناه في الملف لوحده وبقينا نستدعيه لينك لما نكون محتاجينه على أساس نعمل رندر أو كده، كنا بنعمل ريلود، لو مش محتاجينه بنعمل له انلود ونشتغل في المبنى، كان بيبقى خفيف مجرد بس إن احنا نشيل الجزء دوت. وكان في مبنى هنا تاني وربطنا بينهم والموقع العام، الموقع العام كل ده اتعمل على الريفت، هو في بريدج اهوت بين المبنى ده والمبنى دوت، وده الرامب، ده مراحل للمشروع هتبدأ بإيه وهتبدأ إزاي والتواريخ والحاجات ديت. خلينا نشوف الفيديو ده. فبنبدأ الحفر، والتواريخ بتاعت الحفرة ايه، والفورمور، وخدنا الجداول من البرمبيرا. بس البرمبيرا لما بتبص عليها متبقاش فاهمها غير لو انت شغال في البلانينج، انما كده بتقدر مجرد ان انت تبص كده تفهم الشغل هيمشي ازاي والخطوات هتمشي ازاي وهكذا. ده بنبدأ بقى في الفينش،
ده شغل ديكوراتيف، الدنيا كانت تقيلة جدا لما عملناها البريتش. طيب ده برضو واحدة من المشروع الكبيرة اللي احنا شغال فيها، زي ما انت شايف مباني كتيرة، فلازم كل مبنى يبقى في ملف ريفيت لوحده، يعني ما ينفعش تحط كل دول في ملف، لا اصل ما يتقالش معاك، خلي كل واحد لوحده وفي ملف بنجمع فيه المشروع ككل، يبقى الملف ده فاضي او في بس شوية شجر وكده، وفي بس ايه تجميع للمشروع. ده مشروع اتعمل في السعودية، اشتغلنا عليه، كان عبارة عن سجون، فكان في شغل كويس جدا، موضوع كوردينيشن، موضوع كان في حاجات سبيشال في المشروع ده. ده مشروع برضه اتعمل في قطر، كان عبارة عن برج كده، عملنا فيه ال 4D وال 5D وعملنا فيه شوية شغل كويس، زي ما انت شايف الرندر بتاعه كويس، يعني خدت المشروع ده كان الرندر بتاعه جميل، وده من الحاجات اللي هي القوية في الشغل بتاعنا. ده مشروع برضه اشتغلنا فيه، ده مشروع مستشفى، طبعا مستشفى بيبقى لها حاجات سبيشال وبيبقى فيها شغل كهروميكانيكال كتير جدا، فلازم الواحد يساعد في البيم، لأن عندك حاجات سبيشال هيدروجين، وعندك حاجات خاصة بالغازات الموجودة، وفي حاجات خاصة جدا في موضوع المستشفى دوت. ده برضو واحد المشاريع اللي كان معمول التكلة، الجزء الإنشائي بتاعه، ده برضو من المشاريع الكبيرة جدا في قطر، كان عبارة عن الميناء استراتيجي فود سكيورتي فاسيلتي، كنت أنا البيم مانجر بتاعه. الفكرة كلها في تقسيم الشغل، يعني أساس تعمل شغل مظبوط تقسم بقى، ده مثلا زون 1 زون 2، تبدأ تقسم الشغل بتاعك، وبعد كده تبدأ تشوف جدول الزمني هنبدأ في ايه الأول وننتهي منه فين وهكذا. ده برضو مشاريع الاستادات مطلوب كلها بيم، يعني من ضمن الحاجات الفيفا مشترطة إن كل المباني الاستادات تشتغل بيم، فالحمد لله الواحد اشتغل في كام استاد، فكانت التجربة حلوة جدا، يعني لأن مشروع ضخم جدا وعدد كبير جدا جدا من الشركات كل استاد فيهم. ده برضو حكاية إن أنت تستخدم البيم في موقع عام، يعني هنا ده تريننج سايت شغلنا فيه، كان شغلنا فيه في ال 3D، بدأنا نقسم هنا مثلا المنطقة ديت، بدأنا نعمل الخدمات بتاعته، وبعد كده عملنا الفاسيلتي مانجمنت في المشروع دوت. فكان مطلوب الكوردينيشن ومطلوب ان انت تعمل فاسيلتي مانجمنت. فاسيلتي مانجمنت يعني بعد ما اسلم المبنى ويبدا يشتغل والناس تلعب كوره والحاجات دي كلها، يبقى عندي معلومات عن كل حاجه، وقطع الغيار بتاعتها امتى، والصيانه بتاعتها امتى، وازاي ايه الحاجات اللي هتعملها صيانه وامتى، وتواريخ، وكل المعلومات اللي محتاجينها عشان ندير المبنى دوت او المكان دوت. ده من المشاريع الكويسة جدا وكان فيها خبرة كويسة جدا. ده لوسيل مارينا، كان فيه شوية حاجات يعني طبقناها فيه كويسة، هنبدأ نتكلم عنه بالتفصيل. من ضمن المزايا إن أنت بيطلع لك جدول حصر أوتوماتيك، أول ما تبدأ تقول عايز حصر تلاقي الحصر طلع بدون ما ياخد منك وقت. تخيل المبنى زي دوت مثلا، بعد ما اشتغلت عايز تحصر تاني تاخد لك اسبوع حصر، لا الريفت بقى سهل جدا. طيب من ضمن المشاريع الكويسه جدا في مصر هو المتحف دوت، متحف جراند ايجيبشن ميوزيوم، ده كان فيه شغل بيم هائل جدا، عدد كبير جدا من المهندسين اشتغلوا فيه. تخيل كميه اللوحات دي كلها بقت موجوده في البيم موديل، مش محتاج ان انت تقعد تدور في الارشيف بتاعك في كل الورق دوت 5000 دروينج، لا خلاص ممكن من الموديل تطلع اي حاجه انت عايزها، تقول له عايز احصر اي حاجه، عايز اشوف الكلاشات، فوفر كتير جدا في الشغل بتاعه. ده صوره من المشروع، مشروع ضخم جدا، الواحد اتمنى ان شاء الله يعني يفتح قريبا ويزوره وكده. هو ما شاء الله من المباني اللي مساحته ضخمه جدا، سواء كمين بيلدينج او توتال لاند اريا، وكان في الفريق تقريبا 80 بش 60. من ضمن المشاريع المعروفة على مستوى العالم بالحجم بتاعها يعني الكونفرس سنتر. تخيل إن أنت تعمل المشروع دوت وأنت شغال تكتشف فيه كلاشات، إنما لما تكتشفها خلال الشغل في البيم وتعمل بيها روبورت وتحلها بيبقى أحسن بكتير. ده برضه من المشاريع الكويسة جدا، العالمين الجديد
شغال فيه المهندس اسلام معانا في قلب المؤتمر. ما شاء الله شغل كويس جدا. بدأوا ينظموا الشغل، الجدول الزمني بتاعه هيبقى عامل ازاي، وهنا بدأ نشوف الشغل هيبقى عامل ازاي كانفرا ووركس والارتفاعات والبروفايل. برضه مشاريع كويسة بتتعمل في مصر ومول في ايجيبت، دي بعض المشاريع المعمولة في مصر. باور بلانت ده مشروع اشتغلت فيه في مصر، نايل كورنيش تاور ده موجود على كورنيش جنب ميدان التحرير، اشتغلت فيه في 2011. المشروع دوت كان عدد كبير جدا من الشركات شغالة فيه، في كوردينيشن وفي حصر، وكان في 4D وفي 5D، والحصر بلف كوانتيتي كان برضه مستخرج من هناك، هو عبارة عن 37 دور وفي 4 باركينج فاسيلتي. كان في جزء في الديزاين والكونستراكشن، الديزاين كان 2D architecture structure و 2D MEB تمام، وبعد كده كل ده اتحول ل 3D موديل، وبعد كده اتعمل كوردينيشن بحيث يخرج بدون أي مشاكل خالص، وبعد كده اتعمل 4D يعني ضافوا بعض الزمن بحيث تشوف المشروع بيتبني. السوفت وير اللي استخدم الاعتقاد ام بي، واستخدم بنتلي، واستخدم نفس ووركس والبرامافيرا عشان نعمل الجدول الزمني. طبعا استخدم الريفت، وفي برنامج الماني اسمه اي تي دبليو او من البرامج القويه برضو في موضوع الحصر. ال 3D موديلنج وحطينا فيها السبسكيشن وطلعنا منه الحصر بشكل دقيق. فمهم جدا ان انت لما تستخدم البيم ان انت تكون مدخل المعلومه بتاعتك صح، وبعد كده تشوف تقارن بقى بين الاكشوال سكادول والبيراميد سكادول، الحاجه اللي انت مخطط لها والحاجه الاكشوال، بحيث تشوف الفرق بينهم. مثلا هل انت ماشي على التراك مظبوط ولا في مشاكل، هل في تاخير ولا لا. وبما ده نشوف المشروع، عملنا 4D بحيث ان المالك اول ما يبص كده يفهم الحاجات دي هتتسلم امتى، في شهر 2012 هنكون وصلنا لفين، 2013 هنكون خلص ولا لا، وهكذا يعني. واهم حاجه كانت موجوده ان كان هو في قاعده معينه او في مكان كل المشروع موجود فيه، بحيث ان كل اطراف المشروع تقدر تطلع عليه، وكان في كوردينيشن كويس جدا، وعلى طول شايفين الحاجه وصلت لحد فين، الام بي خلص قد ايه، الاركتكشر خلص قد ايه، الاستراكشر خلص قد ايه. التقارير موجوده يوميا بحيث تبقى عارف هل الشغل ماشي بالتراك مظبوط، وانهي قسم هو اللي فيه تاخير. خدنا فيه خبره كويسه جدا. طيب خلينا نشوف مثلا المشروع اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، اللي كان عباره عن برجين، كان المشروع ضخم جدا، كان في 3 بيزمنت، في جراوند، في البيزمنت المساحه بتاعتهم 21,000 متر مربع، وفي عدد كبير من الاوفيس في المبنى دوت. فكان التاور 34 وفي تاور تاني 21، وكان في دور في النص كده عاملينه للميكانيكال اكويبمنت. فكان لازم في الاول نبقى عارفين مثلا هنقسم الشغل ازاي. فقلنا مثلا الاركتكتشر هتقسم لعدد معين من الملفات، والام بي هتقسم حسب الديسيبلين، يعني هنعمل مثلا تكييف لوحده، فنتيشن لوحده، هنعمل المايه لوحدها، الصرف لوحدها. كان في تنظيم من الاول، من قبل ما نبدا المشروع، بحيث ما نجيش في فتره ونكتشف ان الموديل فيه مشاكل. طيب اول ما بدانا قعدنا مع المالك وقلنا له انت عايز ايه، يعني هل انت مهتم مثلا بالاسيت مانجمنت، ولا مهتم بالداتا كلاسيفيكيشن، ولا مهتم في الانرجي اناليسيز. الحاجه اللي مهتم بيها هي اللي هنعملها، اللي مش مهتم بيها خلاص مش هنعملها، بحيث ان احنا نوفر وقت ونوفر تكلفه، ما نقعدش ننزل الوقت مثلا في الفور دي وهو مش محتاجه. فدي كانت من الحاجات المهمه جدا اللي فادتنا في ان احنا نوفر وقت في المشروع، ان احنا عارفين المالك عايز ايه بالظبط. وقعدنا عملنا حاجه اسمها الاي اي ار، كتبنا ايه اللي هو عايزه، ايه اللي هو مهتم بيه، ايه اللي هو طالبه، هل هو مهتم ان احنا ندرب الناس بتوعه، هل هو مهتم ب بلايس اند سيفتي، مهتم بالسكيورتي. بنبدا نشوف ايه الحاجات اللي هو مهتم بيها، ايه الحاجات اللي هو عايزها. بعد كده عملنا بيم اكشن بلان، بنبدا نشوف مين اللي شغال في المشروع، مين البرامج اللي هتتسلم، الاصدار بتاع البرنامج، يعني كلنا شغال عارف 2017 2018، بنبدا نتفق على التفاصيل ديت. ما
ممكن يقول لنا لا انا عايز اشترط ان كل الاجهزه مثلا تكون ورك ستيشن، انا اشترط الناس كلها تشتغل عندي على الجهاز بتاعي في المكتب عندي. فاللي بنتفق عليه بنكتبه بحيث ان احنا نبقى ملتزمين بيه. ده مثلا فنتليشن موديل، ده تكييف، الكتريكال موديل، فاير فايتنج موديل، درينج موديل. بعد ما عملنا الموديل سهل جدا تطلع دروينج، سهل تطلع سكادول، عملنا اوجمانتد رياليتي وفيرشوال رياليتي، وطلعنا كلاش ديتكشن، عملنا سيفتي في البيزمنت، عملنا اير فلو، كل المعلومات اللي احنا محتاجينها طلعناها من قلب الموديل ده بعد ما خلصناه. زي ما قلنا قسمنا الموديل مظبوط من قبل ما نبدا المشروع، وده سهل علينا كتير جدا. ما جيناش في نص المشروع وقلنا لا ده في مشكله احنا لازم نقسم الموديل، او محتاجين في مشكله محتاجين نلغي حاجه، لا كان الخطه واضحه من الاول. وده كان طريقه الشغل بتاعتنا احنا في المشروع ده. يعني فاكر ان احنا قعدنا كذا اجتماع، هل نشتغل بطريقه ان كلنا شايفين موديلات بعض، ولا نشتغل بالطريقه ديت اللي هي في الكود 1192 الجزء الثاني من الكود البريطاني البي اس 1192. اتفقنا ان احنا هنشتغل المعماري والانشائي والكهروميكانيكال في الورك ان بروجريس فولدر، محدش بيشوف شغل التاني، والشغل اللي يطلع كويس نحطه في الشيرت بحيث ان محدش يسحب لينك غير من الشيرت. يعني المعماري يسحب الانشائي والكهروميكانيكال من الشيرت، وكذلك برضه هم يسحبوا من الشيرت، محدش يسحب من الورك ان بروجريس. طبعا خدنا الاي اي ار وعرفنا المتطلبات بتاعته ايه، وبدانا نشتغل في الاربع ملفات دول. احنا اشتغلنا في الورك ان بروجريس، بنحط الحاجات في الشيرت، بعد ما بنتاكد ان هو مظبوط بننقله في البابلش اللي هو ينفع يتنقل لبيت الشركات الاخرى، وكل شهر مثلا بنعمل ارقايف للمشروع. دي الفكره، الام بي بيشتغل هنا والناس كلها بتوع الام بي شايفين دوت، لما بيطلع كويس بنحطه هنا بحيث ان بيت الاقسام التانيه تشوفه، بنحطه في الشركه. اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا كل شويه كنا بنفحص الموديل. كنت انا مسؤول على فحص الموديل دوت، لازم ما يعديش اسبوع غير لما نفحص الموديل ونشوف المشاكل والكلاشات، واذا كان في حاجه مش مظبوطه ونتاكد من الشغل بتاعنا مظبوط، ونتاكد ان السيلينج مظبوط، الجريد الليفل مظبوط، بحيث الناس تبدا تشتغل بدون اي مشاكل خالص. عارفين الاهداف بتاعتنا من الاي اي ار اللي هنطبق ايه في المشروع، بدانا ننفذ العمليات بتاعت المشروع. يعني بنبدا نحدد مين اللي هيشوف كذا، مين اللي هيعمل كذا. طب المعماري هو اللي هيحط الاستراكشر كولوم ولا الاستراكشر كولوم هيحطها. بدانا نشوف الحاجات ديت من خلال تجاربنا مع المشاريع اللي فاتت، ونشوف انسب طريق نشتغل بيه بحيث ان احنا نتبادل المعلومات مع بعض. ده هنا في كل مرحله من المراحل بقى بنبدا نشوف احنا هنهتم بايه، او في المرحله دي ايه اللي مطلوب. يعني مثلا هنا مطلوب 3 دي كوردينيشن، طب بعد كده مطلوب مننا مثلا 4 دي، مطلوب مننا سستينابيلتي، كان مطلوب حاجه اسمها جي سي اس هو ليه بس خاص بقطر. فلازم قبل ما نبدا المشروع نكون حاطين في دماغنا احنا عايزين ايه. طيب يعني مثلا لما نيجي نبدا 4 دي، ما اقدرش ابدا 4 دي غير لما يكون معايا الملف البرامافيرا اللي احنا شغالين بيه. فبنبقى محددين كل خطوه ايه اللي قبليها وايه اللي بعديها، والنظام هيبقى عامل ازاي وهكذا. بنبدا نعمل الاي اي ار، خدنا المعلومات من المالك، عملنا البيم اوبشن بلان، عملنا الام اي دي بي اللي هي بنحدد الماستر انفورميشن ديليفري بلان، يعني كل مرحله ايه اللي هيسلم فيها وايه الحاجات المطلوبه فيها. وبعد كده في كل مرحله المالك يبدا يقول انا موافق كملوا شغل، او انا معترض عيدوا الشغل، او انا معترض تماما على الشركه شيلوا الشركه دي من المشروع. الموديل بعد ما بيخلص المشروع خالص بيبقى الموديل ده بدل ما هو بروجكت انفورميشن موديل بيبقى اسيت انفورميشن موديل، بيستخدم للفاسيلتي مانجمنت. البيم اوبشن بلان من ضمن الحاجات اللي الواحد استفاد منها، ما تحطش كل التفاصيل بحيث ان يبقى كبير فالناس تزهق، لا تحط بس الحاجات اللي احنا محتاجينها، ونبدا نحدد طريقه التسميه بالظبط اللي هنشتغل عليها، والملفات هتتسلم ازاي، هل انت هتسلم لي كاد ولا بي دي اف ولا ار في تي ولا ان دبليو اس اللي هو ان دبليو سي نفس وركس الدي دبليو اف وهكذا. كنا عاملين حاجات كده شارت كده للمشاريع، كل واحده يبدا يعني دي خاصه بالام اي بي. يعني الام اي بي بيبقى مجهز تمبليت، مجهز الفاميلي، مجهز المعلومات، يعمل لينك مع المعماري، ويعمل لينك مع الانشائي، ويعمل كوبي مونيتور للعناصر اللي هو عايزها، ويبدا يحدد ينقل الكيوهات الادوار اللي عايزها، وبعد كده يفعل الورك شيرنج ويبدا الشغل. دي كنا عاملينها لكذا قسم. وكان عندنا تمبليت لازم نبدا بيه، لو انت بادئ من غير تمبليت هتتعب كتير جدا في الوقت بالذات في الاول، مع التمبليت هيسهل عليك كتير جدا في الشغل بتاعك. فبدانا بقى نشوف كل مرحله من المراحل البروجكت انفو لازم تكون التمبليت يكون موجود فيها المعلومات بتاعت المشروع. دي التمبليت لازم يكون فيه المعلومات بتاعت المشروع، ورك انفايرمنت، البروجكت بريفرنس،
لو المشروع كويس، لو المشروع جود كويس، التمبليت كويس، هيبقى فيه العناصر دي. لو احسن هيبقى فيه العناصر ديت. المفضل ان هو يكون فيه كل العناصر ديت، يكون متحدد فيه الموديل فيو اوبشن، الجرافيك اوفر رايت، ال3 دي ستايل، المارك اب ستايل، البروبرتيز، كل الحاجات دي تكون موجوده في التمبليت. البيم كواليتي اشورنس، بنحدد ايه النقاط المهمه اللي احنا بنفحصها كل اسبوع. بنبدا نشوف هل الملفات اللي بتكون اتلغت ولا لا، هل الاسامي مظبوطه ولا لا، وهكذا، بحيث ما نجيش في اخر المشروع ونفاجئ ان فيه مشاكل كتير. استفدنا ايه من البيم؟ استفدنا كتير جدا، على سبيل المثال الكوردينيشن، الانرجي اناليسيس، الفاير بروتكشن سيستم، كان في استفادة كتيرة جدا. الجودة بتاعة التصميم بقى في بدائل كتيرة، بدأنا نشوف سهل جدا ان ترسم، فبدأنا نشوف المشاكل، نبدأ نشوف نحلها، نبدأ نشوف اذا كان في حاجة اقصر. يعني بنستخدم طريقة تصميم اسمها كي اي سي اس، كيبت سامبل اند سترايت، يعني خلي الحاجة سهلة وبسيطة، ما نمشيش في مسارات طويلة، فقدرنا نزود الانتاجية بتاعتنا. ويعني نبدأ نشوف المشاكل ونحلها، ونبدأ نشوف أنسب حاجة، وفي وقت إن أنت تشوف لو في تصميم أفضل، في تعاون أكثر بين الأقسام وبين الناس وبعضها وبعض. الحصر طلع معانا بسهولة جدا، قدرنا نشوف الفور دي اللي هي التكلفة من قبل ما نبدأ، وكانت دقيقة جدا، قريبة جدا من الأرقام الحقيقية. الكلاش أناليسيس، الوك ثرو، ممكن وانت ماشي تكتشف مشكلة أصلا ما حدش قادر يكتشفها. يعني مثلا قبل كده كنت ماشي ووك ثرو، فلقيت سلم من غير أعمدة خالص، فسألت المهندس الشاهد يعني اللي شغال في المشروع، انتوا اخترعتوا نظام جديد للحاجة دي؟ قال لا، ده العمود اتنسى فعلا. يعني فهو مشكلاش بس غلط في التصميم تكتشفه بالوك ثرو. الفور دي فيرشوال، اللايتنج اناليسيس عملناه فعلا في المشروع دوت، بدأنا نشوف الوقت هيبقى عامل ازاي، والإنارة والتوزيع بتاعها وهكذا، الاير فلو هيمشي ازاي، والسي اف دي عملناه المشروع ده برضو، الحسابات بتاعت الام اي بي سيستم وبتاعت الانشائي. من ضمن الحاجات اللي كويسة جدا المسافة بين السيلينج والفلور. بتوع الام اي بي بيبقى خايف ان المسافة ما تقضيش، فبيطلب مسافة كبيرة، والمعمار عايز يزود المسافة من الأرضية للسيلينج، فبيحاول يقلل المسافة اللي فوق. فدلوقتي بقت أصبح الموضوع دقيق، فأقول له أنا محتاج مثلا متر بالظبط أو متر ونص بالظبط، الرقم اللي أنا محتاجه بالظبط، مبقاش خايف إن يحصل كلاش أو تعارضات. فدي قدرنا نوصل لأقل طول ممكن نحتاجه في السيلينج. الفابريكيشن، المشروع ده ما كانش مطلوب فيه ال 5D، بس احنا استخدمنا فيه فابريكيشن لان في بعض العناصر ما بتبقاش موجوده في الريفت، فبدانا نعملها بالفابريكيشن. الفابريكيشن بيبقى الحاجات اللي هتتقطع بحيث تروح للمصنع، فاحنا استخدمنا في المشروع ده الفابريكيشن رغم ان هو ما كانش في السكوب بتاعنا. قللنا الهالك كتير جدا في المشروع، يعني في حاجات كتيره جدا اكتشفناها فقللنا فيها الهالك. فاسيلتي مانجمنت، بدانا ندخل المعلومات الخاصه بالبي ام اس في المشروع، لان لو انت بتوفر دولار في اثناء التصميم، فبتوفر 20 دولار اثناء التنفيذ، وبتوفر 60 دولار اثناء التشغيل. مش مقصود 60 دولار بالظبط، بس النسبه متناسب، يعني عشان الواحد ما يقولش في 60 دولار ومصدعنا يا عم هدفعهم لك انا من جيبي وخلص. لا، هي نسبه متناسب، يعني 60% 60 بالنسبه لو انت وفرت دولار واحد. يعني من الدروس اللي الواحد اتعلمها، لازم يكون معاك واحد خبره في البيم، يعني حتى لو انت الفريق كله جديد لازم واحد يوفر لك الوقت بدل ما تقعد تجرب كتير. لازم الاونر يكون معاك وفاهم انت بتعمل ايه وبيدعمك. لازم تعمل بيم كشن بلان. انا شفت قبل كده مشروع كان الديزاين والمالك بيتخانقوا مع بعض على طول، ومفروض ان هم بقى لهم 6 شهور شغالين، لان ما كانش في بيم كشن بلان، فما فيش اتفاق هم سلموا امتى. يعني ما حدش عارف امتى اقول ان احنا خلصنا وده السكوب بتاعنا. فدخلت في مشروع عملت له بيمشن بلان بحيث خلاص احنا متفقين على ديت وهنسلم على المستوى ده. التسميه بتاعت الفاميلي، تمام. في ناس كانت بتقعد في البيمشن بلان تقعد فاميلي نيمنج ده تقعد فيها مثلا 30 40 صفحه، والليل ودي تقعد فيها 50 صفحه. لا، ده مجرد صفحه واحده بس كفايه بتقول، او سطر، احنا هنرجع للكود رقم كذا اللي هنلاقي فيه طريقه التسميه وهنمشي عليها. البيم تعاون، لو انتوا متخانقين مع بعض كشغل كفريق عمل،
ما تستخدموش البيم، مش هينفع تشتغلوا بيم وانتوا بتضربوا في بعض يعني، تمام؟ تلاقي واحد بيفتح الريف بشكل ويلغي شغل زميله، لا مش هينفع نشتغل بيم، مش هيساعدني. الشيرد كوردينيشن كان لازم نظبطها كويس جدا، ازاي عملنا ملف للجريد وللليفل خارجي وبقينا نسحبه كمعماري وانشائي وكهروميكانيكال، بحيث نوحد الاماكن اللي احنا هنشتغل فيها. الكلاش سيكشن كان قوي جدا، قدرنا نحدد الاماكن اللي فيها المشاكل ونحلها. لازم كل عنصر يبقى ليه رقم خاص، ما فيش حاجه اسمها عنصرين يبقى ليهم نفس الرقم، لان ده عملناه بشكل كتير جدا، سواء في الكلاش سواء في ال 4 دي وال 5 دي. مهم جدا ان الاجهزه كلها تبقى زي بعض، يعني ممكن تكون المشكله ان ده جهاز مختلف عن دوت، فمبيبقاش في توافق، وهتلاقي لما تعمل كل سنكرونايزيشن بياخد وقت. فالافضل ان كل الاجهزه تبقى نفس السيستم، نفس كل حاجه، بنخطط كويس جدا للملفات اللي احنا هنشتغل بيها، يعني عارفين ده هيبقى فيه ايه، ده انا محتاج ان انا اسحبه، ده انا مش محتاجه. فكنا محددين في كل البوديوم هيبقى فيه ملف واحد اتنين، تاور 1 في الملفات ديت، تاور 2 وهكذا. في قاعدة اسمها 2 انش استخدمناها في المشروع دوت، الحاجة الصغيرة أوي ما تستخدمهاش، ما تحطهاش، ما تعملهاش موديلنج، ممكن تعملها ديتيلة 2 دي، إنما ما توجعش دماغك بحاجة صغيرة، وكده كده العامل هو اللي هينفذها في الموقع بسهولة يعني. يعني السبورتات بتاعة السيلينج لو أنت هتلاقيهم كتير جدا، لا خلاص ما تحطش السبورتات بتاعة السيلينج، حطها بس ديتيلة وخلاص. الحاجات اللي فيها تفاصيل كتير قوي دي وهتقل لك، يعني في واحد مثلا كان حاطط سبرينكلر بتاع فاير جميل جدا في كل التفاصيل الممكنه، بس هو كده كده لما هيتبع هيتبع نقطه، فمش محتاج ان احنا نعمل حاجه زي كده. الستاندرد كنا عاملين ستاندرد كويس، وحتى الان بطور فيه بحيث ان هو يبقى اي شركه عايزه تشتغل بيه تشتغل بيه. ال ال او دي اللي هي الليفل اوف ديتيل، بنحدد في كل مرحله ايه درجه التفاصيل، وفي كتاب اسمه لود فورم تقدر توصل بيه لكل عنصر ايه هو ال او دي بتاعه. فمثلا في الاول احنا لسه مش عارفين الملك عايز ايه، فبنقول له في كرسي وخلاص، تمام، بنحط اي فاميلي. بعد كده في ال او دي 200 بنحدد الطول والعرض والارتفاع، في ال او دي 100 مفيش اصلا، يعني بنقول هيبقى فين عمود، في يعني في حاجه موجوده بس لسه ما حطيناش تفصيل بتاعتها. في ال او دي 300 بنبدا نحط معلومات اكتر في الموضوع. ال او دي 400 خلاص احنا اشترينا، جبنا بقى الحاجه اهوت، وبنقول له التفاصيل بتاعتها وهتشتريها منين والحاجات دي. اليو دي 500 ده اللي اتنفذ فعلا، فده اللي اتنفذ، فتقدر تكتب بقى اسم الشركه مظبوط، تقدر تكتب تاريخ الشراء، تقدر تكتب الفلوس اللي دفعتها قد ايه، يعني تقدر تحط كل المعلومات لان ده اللي اتنفذ فعلا. في برضه حاجه لو انت زنقت، يعني حاول تفكر من الاول انت هتزرق امتى او مش هتزرق امتى، يعني ما تجيش مش مخطط للموضوع تقول ايه ده احنا هنسلم بعد اسبوع، احنا محتاجين ناس، الناس اللي هتيجي دي خلال الاسبوع ده وخلال الاسبوع عشان تفهم المشروع ماشي ازاي، الكونسيبت بتاعه ماشي ازاي. فما تدخلش حد وانت بتسلم، ما تدخلش حد وانت مزنوق. تدخله ممكن تدخله بقى في ايه، في ان هو يعمل شتات، يعمل كتابات، الحاجات اللي مش محتاجه ان هو يفهم الشغل بتاعك. الميتنج مهم قوي قوي، موضوع الميتنج دوت لازم نكون مخططين ليه كويس قبل الميتنج، نبعت نقول احنا هنعمل ميتنج الساعه كام، هيقعد قد ايه، المواضيع اللي هتناقش، مين اللي هيحضر. الميتنج الساعة 9، الناس هتبدأ 9، حتى لو حد اتأخر ابدأ 9، تمام. وخلي معاك حد متخصص يقدر يفتح ال 4 دي وال 5 دي ويوريهم للناس، بحيث لو اختلفنا نفتح الموديل ونشوفه. وبعد ما يخلص الميتنج بتبعت رسالة للناس تقول لهم ده ملخص الميتنج، هل انتم متفقين على الكلام دوت ولا في حد فهم حاجة مش مظبوطة في الاجتماع. الاوتوميت ده مهم قوي، ان انا بستخدم البرمجه. المشروع ده عملت فيه كميه داينامو رهيبه، كان كل حاجه تقف قدامنا ان اخش اعمله بالداينامو تسهل عليا، يعني مثلا المعمار عمل حاجه معينه والانشاء عايزها، اقدر اقول مثلا خد نفس الشيتات كلها، خد ال 100 شيت دول وغير الاي ار للاس تي في ثواني، فكان وفر علينا كتير جدا موضوع البرمجه دوت. البيم هو انتجريتد انفورميشن، حاجه قويه جدا فيها معلومات كتير جدا، تقدر تعمل اناليسيس من خلالها، كالكوليشن. كل الهدف منه ان انا اوفر الوقت واوفر عدد الشغل، وان انا اقدر اخد قرار بشكل قوي. اتمنى بعد ما اخد محاضره ما بقاش في محاضره خلاص نبدا نطبق البيم ونبدا نشتغل بيه. في مصادر كتيرة جدا، هتلاقي على اليوتيوب قناة بيم أريبيا فيها تقريبا 3880 فيديو،
اتدرب يعني، اسمع الفيديو مش هيفيدك، لازم تنفذ انت بايديك. ابدا طبق طبق وعلم الفريق بتاعك، وابدا اتعلم السوفت وير اللي انت عايزه، وابدا فكر هل في حاجه احسن ولا لا. ابدا شوف واحد يكون قوي في الفريق، هات حد يكون قوي على اساس تقدروا تطبقوا البيم. البيم هيبقى اجباري قريب، فلازم تبقى جاهز للموضوع دوت وتبدا تشتغل عليه. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، واتمنى لو في اي اسئله ان شاء الله، وجزاكم الله كل خير على